بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة والأخيرة من هذه السلسلة المباركة أنفاس رمضانية على موقع وقناة أنفاس بريس. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم وأن يبارك لنا ولكم في رمضان. شنو هو السؤال ديال هذه الحلقة؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر هي عبادة تكون في آخر رمضان، هي مرتبطة بصيام رمضان، فهي عبادة نختم بها رمضان، وهي جائزة من جوائز رمضان. وعندنا فيها واحد ربعة الأسئلة. السؤال الأول، شنو هي الحكمة منها، الحكم والحكمة ديالها؟ السؤال الثاني، شنو هو المقدار ديالها، شحال كنخرجوا فيها؟ السؤال الثالث، وقتاش كنخرجوها؟ والسؤال الأخير، لمن كنعطيوها؟ بالنسبة للسؤال الأول، شنو الحكم ديالها؟ هي واجبة على المنفق. شكون هو المنفق؟ هو مول الدار، كنقولوا حنا مول الدار. مثلا الاب عنده مراته وعنده جوج وليدات، هما اربعه، على من تجب؟ تجب على الاب، هذاك اللي كينفق، هذاك اللي كينفق على الدار. اذا الولد والبنت ما واجباش عليهم، لان ينفق عليهم، ماشي هما اللي كينفقوا. الحكمه منها شنو هي؟ الحكمه هي اشاعه الفرحه يوم العيد. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن السؤال يوم العيد، اي الفقراء والمساكين، تا هما خصهم يفرحوا يوم العيد، كل شيء خصو يفرح، ماشي تفرح غير انت وليداتك، وكاين الناس اللي ما لقاو باش يشري حوايج ولادهم، وكاين الناس اللي ما لقاو ما ياكلوا نهار العيد. اذا اشاعه الفرحه يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعمه للمساكين وطهره للصائم، بمعنى كان نفرحوا بها الفقراء والمساكين وكتطهر لنا الصيام ديالنا، لان الصيام ديالنا لابد يكون فيه شيء اخطاء. انت صايم 30 يوم، واش انت 30 يوم كلها ملاك؟ راه ما يمكنش تكون ملاك، لابد شي نهار يطيرها لك شي واحد، لابد شي نهار تخرج منك شي كلمه ماشي مزيانه، لابد شي نهار تكون درتي شي خطا. اذا هذاك الايام اللي فيها هذوك الخبشات وذوك النبشات، كتجي ديك زكاه الفطر كتغسل لك الصيام ديالك، وكيطلع الصيام نقي، بمعنى كتطهر لنا الصيام ديالنا. اشنا هو المقدار ديالها؟ المقدار ديالها صاع من طعام. الصاع هو ربعه ديال المدود، والمد راه فيه تقريبا 600 غرام. اذا ربعه ديال المدود هي 2.5 كيلو من الطعام. شنو هو الطعام؟ داكشي اللي كتاكل، الزرع اللي كتاكل، ولا الدقيق اللي كتاكل. 2.5 على كل واحد من الافراد. دابا قلنا مثلا راجل ومرته وربعه وجوج وليدات، هي اربعه مضروبه في 2.5 هي 10 كيلو. 10 كيلو ديال الدقيق، الا كتاكل الدقيق ديال 10 دراهم، اذا 10 كيلو هي 100 درهم، كتاكل الدقيق ديال 300 درهم هي 150 درهم، وهكذا. اذا كتخرج على حساب داك الطعام اللي كتاكل، داك الطعام اللي كتاكل. والافضل كما قلنا يعني في الفديه، كذلك في الزكاه الافضل اخراجها طعاما. ثم متى تخرج؟ وقتاش كتخرج؟ كتخرج في صبيحه العيد، الافضل قبل الخروج الى صلاه العيد، بمعنى ما بين صلاه الصبح ديال يوم العيد وما بين الخروج الى صلاه العيد. ما خصهاش تعدى صلاه العيد، لان الا خرجتيها بعد صلاه العيد فهي صدقه من الصدقات، اذا تكتب لك زكاه الفطر الى خرجتيها قبل الصلاه. ويجوز اخراجها يومين او ثلاثه قبل يوم العيد، اذا من ليله 27 ممكن تخرجها، وممكن انك يعني تخرجها نهار 28، نهار 29، ونهار العيد، ولكن ما تفوتش صلاه العيد، لا يجوز ان تفوت صلاه العيد. لمن كنعطيوها؟ المساكين، كنعطيوها للمساكين المحتاجين، ما نعطيوهاش يعني لبعض الناس اللي كيقضيو لنا بعض الاغراض، او لا نعطيها لخويا او اختي، او لا يعني الناس كيشوفوا هنا المحاباه بالزكاه لا ينبغي، انما نشوفوا الناس اللي الا كان خويا ولا اختي فعلا فقراء ما عندهم شيء ممكن نعطيهم، ولكن الا كان افقر منهم او اكثر اشد منهم حاجه نعطيوها للناس اللي هما محتاجين. وبهذا تتم فرحة العيد، أن يفرح الجميع بالعيد، يفرح الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى، وتشيع الفرحة يوم العيد. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يدخل علينا وعليكم عيد الفطر
بمزيد من اليمن والبركة والتيسير والزيادة في الرزق والزيادة في الإيمان والزيادة في البركة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويتقبل منا هذه الأيام التي صمناها، وهذه الأيام التي قمناها، وهذه الصلوات اللي صليناها، وهذه الختمات اللي ختمنا ديال القرآن، وهذه الأعمال الصالحة اللي درناها. أسأل الله تعالى أن يفتح لها باب القبول، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من إخواننا في هذا الموقع هذه الحلقات اللي اجتهدوا في تصويرها ونشرها، وأن يجعل ذلك في صحائف حسناتهم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وبارك الله لي ولكم في شهر رمضان، وبارك الله لكم في هذه الأعمار. الله يوفقنا وإياكم أن نحيا حياة السعادة. آمين، والحمد لله رب العالمين.